السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دام الله عليكم الصحة والعافية. عندما يأتي الصباح يأتي العمل والإنجاز. النهاردة إن شاء الله يكون عندنا فقرة مراكز الشباب. بعض المشاكل في مراكز الشباب هنتناقش طبعا في مراكز قانون مراكز الشباب. كل الكلام ده كله هيكون معايا ضيفين، رئيس مجلس إدارة وعد مجلس إدارة، ويكون بقى عندنا برضو مداخلات من رئيس مجلس إدارة، وهيكون معنا إن شاء الله على الهواء ونتناقش في كل الأحداث اللي تخص مراكز الشباب اللي بالنسبة للناس هي مهمة جدا. بالنسبة للشباب هو ده التنفس الوحيد بالنسبة للشباب، فأكيد طبعا 100% لازم نعمل حلقة بالنسبة لهذا الأمر. طبعا في بعض الأخبار عن نادي الزمالك هنتناقش فيها. طبعا كل الأخبار المتوترة عن تشميع خزينة نادي الزمالك غير صحيحة والخزينة تعمل بشكل العادي. نتيجة مسحة التونسي فرجاني ساسي سلبية، واللاعب يحضر للقاهرة استعداد لمباراة العودة أمام الرجاء السبت القادم. حورية الغيني سيلاعب بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ب 12 لاعب فقط بعد الإصابات بالكورونا. إبراهيم عادل ينضم رسميا لنادي طلائع الجيش. طبعا مبروك للنادي الأهلي ومبروك لنادي الزمالك، عبروا خطوة، ولكن الخطوة الأهم والأكبر هي المباراة الفاصلة إن شاء الله، ونتمناها مصرية بإذن الله، ويكون فرحة مصرية إن كان الأهلي أو الزمالك. الكرة المصرية في تطور كبير جدا، الكرة المصرية في تفوق كبير جدا، وده بيعم على منتخب مصر. لما الأندية المصرية تتفوق على الأندية الخارجية إحنا كده ماشيين في الإطار السليم والمظبوط بالنسبة لمنتخبنا الوطني. إن شاء الله بإذن الله التفوق الدائم بإذن الله لأنديتنا المصرية، وإن شاء الله بإذن الله يعبروا المرحلة القادمة، وننتظر نهائي مصري جميل، وإن شاء الله الفوز للنادي المصري أيا كان هما. ورجعنا لحضراتكم تاني. طبعا إن شاء الله هنرحب بضيوفنا، ولكن أنا عايز أقول كلمة مهمة جدا بالنسبة للجمهور المصري. قنوات عظيمة وقنوات كبيرة موجودة، ومحللين كبار ومذيعين كبار جدا جدا بيتناقشوا قضايا الدوري الممتاز والممتاز، بيتكلموا في كل حاجة، ولكن من حق المراكز والأندية الصغيرة انها تاخد حقها، وده انا باخده وبكرره من يوم ما بدأت العمل بالبرنامج لأسباب. السبب الأول ان الناس دي مش بيتسلط على الضوء بشكل كبير، او بمعنى أصح لما بيجي مسؤول بيطلب طلب او بيقدم طلب ما بيلاقيش ردود القوية او التنفيذ بسرعة، فعاوزين نناقش بعض المواضيع وشوف المسؤولين يردوا يقولوا ايه، ونحاول نجيب مداخلات ونشوف الامر الناس بتشتغل ازاي، وهل الناس دي شغالة كويس ولا شغالة مش كويس، والناس دي مهدم حقها ولا مش مهدم حقها، الناس دي لها حقوق ولا ملهاش حقوق، الناس دي حقوقها ايه وليها ايه وعليها ايه. كابتن عصام ابو العنين نجم نادي الاسماعيلي السابق وعضو ورئيس مجلس اداره مركز شباب زاوية الجروان، ازيك يا كابتن عصام؟ اهلا بيك. ازي حضرتك يا كابتن عصام؟ منور. الاستاذ محمود وهبه عضو مجلس اداره زاوية الجروان، مش مركز شباب زاوية الجروان، والمستشار القانوني، ازيك يا استاذ محمود؟ اهلا وسهلا يا فندم، فرصه سعيده ان احنا مع حضرتك النهارده، يعني شكرا لك. الله يخليك. كابتن عصام توليت الامر من امتى، وكان الوضع عامل ازاي ساعه ما انت توليت يعني؟ والله حضرتك احنا تولينا الامر بمجلس ادارة جديد في شهر 9 الماضي، ومن يومها احنا دائبين العمل في اننا نجتهد بقدر المستطاع ان احنا نحاول نرجع مركز شباب زاوية الجروان لمكانه الطبيعي في ضمن مراكز شباب المدينة او ضمن مراكز شباب المحافظة، لانه كان من المراكز اللي صوتها او صيتها مسمع في مركز الشباب في مركز الباجور، بالنسبه لي ما خرجته مركز شباب زاوية الجروان من لعيبه. بس انت توليت الامر يا كابتن عصام، كان الامر عامل ازاي، الوضع عامل ازاي ساعتها؟ والله حضرتك كان في مبنى اداريه، كان في ملعب بالنسبه للمركز، ولا الامر كان ماشي ازاي؟ والله هو كان في المبنى كان موجود للاسف في وازيل في 2008، يعني هو المركز الشباب انشئ عندنا في 76 تحت رقم 261، ولكن للاسف جاله ازاله في 2008. من 2008 لوقتنا هذا احنا بنبحث جاهدين ان احنا نرجع المركز تاني كمبنى او كمنشاه رياضيه، ولكن للاسف الشديد بتقابلنا
حاجات كتير بتعرقل مشكلتنا او الوصول للهدف اللي احنا عايزين نوصل له. هنرجع لا كابتن عصام وقبل الاستاذ محمود. استاذ محمود طبعا تم تطبيق قانون مراكز الشباب الى مسمى الهيئات الشبابيه. طيب مظبوط يا فندم. وعايزين نعرف بقى من حضرتك كراجل مستشار قانوني في القانون اكيد دارس ماده رياضيه وفي ماده رياضيه في الدستور. فانا عايز اعرف يعني ايه اللي ليك وايه اللي عليك كراجل عضو مجلس اداره في مركز الشباب؟ يعني ايه اللي لينا وايه اللي علينا؟ انا متشكر لحضرتك الاول للنافذه الجميله صباحك رياضي. احنا بنشكر حضرتك وبشكر اسره القناه اللي احنا نقدر نوصل من خلالها صوتنا للمسؤولين. وحضرتك بالنسبه لحضرتك الهيئات الشبابيه بشكر حضرتك القانون اللي صدر قانون الرياضه قانون 218 لسنه 2017 في تعديل بصراحه ما يعني ما خدش حقه في النشر او اذاع صوته بين الناس اللي هو التعديل اللي صدر رقم 7 لسنه 2020 رجع غير المسميات تاني وسمى الهيئات الشبابيه المنصوص عليها في القانون سماها مراكز الشباب مره ثانيه. ده مبدئيا احب اقول لحضرتك يعني تمام. بصراحه بالنسبه لمراكز الشباب دورها عظيم جدا في تقديم وتنميه قدرات الشباب واستثمار اوقات الفراغ بتاعتهم وبتقدر من خلالها انك انت تشكل وعي. دي ماده في قانون مظبوط يا فندم. دي حضرتك انا بكلم حضرتك على الماده الثالثه. أيوة. من لائحه النظام ممكن اقرا من الماده يا استاذ محمود عشان دي حضرتك ده. الماده الثالثه بتتكلم على يباشر المركز اختصاصاته في اطار السياسه العامه للدوله والتخطيط الذي تضعه الجهه الاداريه المركزيه. نتكلم مثلا على مديريه الشباب والرياضه بمحافظات تمام. بتتكلم على اعداد الشباب اعداد سليم من النواحي الخلقيه والوطنيه والرياضيه. جميل. بتتكلم برضك على تنشئه الشباب تنشئه صالحه متوازيه وتنميه قدراتهم واكتشاف مواهبهم. بتتكلم على تدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات المختلفه. بتتكلم على تنظيم واستثمار وقت الفراغ عند الشباب. بتتكلم على وضع وتنفيذ البرامج الخاصه بالمهرجانات والمؤتمرات الخاصه بالشباب والنشأ. دي حضرتك الماده 3 قبل ما في الماده فضل. قبل ما تتكلم سؤال مهم جدا بقى. هل دور مجالس ادارات مراكز الشباب هل بتقوم بدورها حتى لو لقت دعم؟ والله يا فندم الموضوع دوت الدور احنا كمجلس اداره زي ما الكابتن عصام رئيس مجلس اداره مشكورا ونجم الاسماعيلي السابق يعني انا بشكره على اللي احنا فرصه ان مجلس الاداره لاول مره يكون في حد بحجم الكابتن عصام ويكون مجموعه الشباب اللي موجوده نفسها تعمل حاجه. الدور حضرتك المنوط بمجلس الاداره دور كبير جدا. دور بيأثر في البيئه الاجتماعيه في المنطقه اللي فيها مركز الشباب. الدور ده عشان حضرتك تحاسبني عليه كمجلس اداره وتقول لي مراكز الاداره بتقوم بالدور ده ولا ما بتقومش. حضرتك لازم تديني الامكانيات لازم تديني الـ 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 يعني لو توفرت الامكانيات يا كابتن عصام تمام بيقوم دور المجالس الادارات في الامر المتاح بالنسبه للشباب يعني هم بيقوموا بدورهم طبعا. انا مش يعني مش كل مراكز الشباب ولا كل مراكز الشباب لا طبعا لو حضرتك في دعم وبقى في تقصير يحاسب. طب سؤال في جهات حسابيه بتحاسب الاخطاء في مركز طبعا يا فندم طبعا عندنا حضرتك مركز حسابات ولا جهاز مركز المحاسبات ده مراقبه الماليات. لو انا حضرتك صرفت اي جنيه من الميزانيه المخصصه ليا في غير المكان المحدد ليها. طب سؤال خارجي بره اتفضل يا فندم. هل يا كابتن عصام في ناس بيبقى لها اغراض من دخول في مجلس الادارات في 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 حاجه بتبقى ليهم اغراض غير الخدمه الاهليه؟ لا هو المفروض حضرتك انا داخل كمجلس اداره داخل عمل تطوعي لمجلس الاداره ده شيء تطوعي من محض ارادتي. احنا بس عايزين ننقي مجالس الادارات ننقي هل بيبقى فيه اخطاء وارد بتبقى موجوده الاخطاء لا ولكن الأخطاء واردة طبعا بالظبط. لكن احنا بنتكلم الاخطاء لما تكون ضد الاهليه او لمصلحه شخصيه ده بقى الامر اللي بالنسبه لنا ما بيبقاش كويس. لكن احنا بنتكلم هل في اشخاص بتدور على الامر للمصلحه الشخصيه وارد تحصل ولا يا كابتن؟ انا بتكلم في العام هو شيء طبيعي حضرتك الحاجات دي كلها موجوده بالفعل يعني. أيوه. ولكن احنا اللي بنفضله اذا كنت انت داخل حضرتك عشان لمصلحه شخصيه بيبقى اولى ما يفضلش ان انت تخش مجلس الاداره. ما يفضلش الخدمه الاهليه. انت كنت داخل لان هي عمل تطوعي في النهايه. تمام. انت مش مكلف. طب سؤال خلينا طب قبل ما ارجعك يا استاذ محمود معلش انا هاخد بس الحلقه في امر ننقي الامر عشان الناس برضو تسمعنا يبقى فيه المصداقيه. استاذ محمود سؤال مهم جدا بالنسبه للجمعيه العموميه هل بيعطى طبعا الجمعيه العموميه اللي بتنجح المجلس الادارات طبعا هل مجلس الجمعيه العموميه بيبقى لها اشتراك في سنوي
بيبقى رمزي. ليها حضرتك بيبقى رمزي ومراكز الشباب بتفتح الباب لاي حد يقدم عضويه جامعيه. بالظبط تتمنى. مظبوط يا فندم. طب ارجع لك يا استاذ محمود اتفضل. انا كنت عايز اكلم حضرتك في النقطه اللي كنت بتكلم فيها الكابتن عصام بحته الجزاءات او العقوبات. حضرتك عندنا الماده 44 بتتكلم يعاقب بالحبس مده لا تزيد عن سنه وبغرامه لا تزيد عن 50,000 جنيه. اللي هو ايه بقى؟ دي اللي هو ايه يا فندم؟ كل من مارس نشاط منظم في مجال رعايه الشباب من غير طريق انشاء الهيئه وشهرها. انا ما اقدرش امارس نشاط رياضي خد بال حضرتك خارج الاطار اللي رسمه لي القانون. خد بال سعادتك. رقم 2 ممارسه نشاط لاحدى الهيئات الخاضعه لاحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله الهيئه وانفاق اموالها فيما لا يحق لهذا الغرض. وخد بال سعادتك ازاي؟ فانا النهارده ما اقدرش اصرف جنيه وما اقدرش اعمل نشاط مخالف، ما اقدرش اعمل دعايه انتخابيه، دعايه حزبيه، اي انشطه مخالفه للنشاط الرياضي. مجلس اداره الشباب نشاط خدمي، اعضاء مجلس الاداره دورهم تطوعي. كله تطوعي يعني. كله بص يا كابتن عصام، انا طبعا انا اعلم بده، ولكن لما تاخد الامر من بابه انك انت تجزا البنود دي بالنسبه للمشاهد يبقى شايف الامر متضح له بالنسبه. هو حقيقي كلام حضرتك مظبوط ان في بعض مجالس الادارات الفتره اللي فاتت فعلا كانت بتستغل المكان ودورهم قربهم من الشباب في 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 طبعا في غير الدور المظبوط لمجالس لمراكز الشباب. فطبعا اعتقد ان ده ما بقاش مسموح بيه. اي حد هيتعدى حدود الدور والنشاط الرياضي المرسوم، لا ده طبعا في ضوء القانون 218 لسنه 2017 مجرم الموضوع دوت ومخليك هتبقى تحت طائله قانون العقوبات. فانا بنصح من خلال حضرتك ان اي عضو مجلس اداره اي مجلس اداره او اي حد حابب ان هو يخش مجلس اداره ويكون فاكر ان هو هيستخدم الشباب او هيبدا ياثر في الشباب لتحت اي اطار مش هيقدر، لان النهارده بالقانون الجديد حكم المساله دي نهائيا خالص. تمام. في ظل وجود السيد الرئيس ما حدش يقدر يخرج عن القانون. يعني في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي ما حدش يقدر يخرج عن القانون. كابتن عصام، برنامج حضرتك والله يعني انت توليت الامر في وضعيه الى حد ما، زي ما انت قلت ما كانش في مبنى او زال المبنى اللي هو القديم. تمام. كابتن عصام، والملعب اصلا انت وضع الوضعيه اللي هو كان ترابه. تمام. طب انت بالنسبه لحضرتك انت ان شاء الله حاطط برنامج اللي هو توصل بيه ان شاء الله لمكانه كويسه تليق بمركز شباب كره يعني يكون اكيد. هو حضرتك كلاعب كوره اهم شيء بالنسبه لك انت بتحاول ان انت توفر بشتى الطرق المكان اللي انت ما تواجدش ليك في الفتره اللي انت كنت موجود فيها كلاعب كوره. المفروض بتحاول بقدر المستطاع على الاقل القليل ان انت توفر لهم مستطيل اخضر يلعبوا عليه. ده مش موجود عندي. مسكت المجلس انا ويعتبر صفر، ببدا من الصفر تاني. فوجئت كمان ان انا ما عنديش قرار ملكيه للمكان اللي انا فيه. أوكي. ودي كانت مفاجاه خلتني بدات مع المحليات بدات معاها من الزيرو تاني، ان انا ابدا اعمل محضر انضمامي مع الشباب والرياضه عشان يجي لي موافقه بانشاء الملعب اللي هو تحت ايدي اصلا، يعني اللي هو كان تحت ايدي من سنه 76 وافاجئ دلوقتي ان انا مش ملكي. طب ما بقاش ملكي. خدت جهه قانونيه؟ والله توجهت. حضرتك اخذت وتوجهت للمفروض المجلس المحلي، ومن المجلس المحلي وصلت لمجلس مدينه الباجور، وبعد كده وصلنا للمحافظه، ومشكورين برضك ساعدونا في اننا نوصل لسياده وزير الزراعه يجيب لنا موافقه، وتوقفنا عند هذا المكان لانه طلبوا مننا بعض تعقيدات، يعني من ضمنها مثلا. ايوه كابتن حسام اتفضل. ايوه قول لنا برضو العواقب ايه. ولا حضرتك بيطالبوا مننا دلوقتي في المحافظه ان احنا نجيب القرارات دي من تاني بتواريخ جديد. يعني انا معايا دلوقتي قرار من مجلس مدينه الباجور في تاريخ 20/7، ده قرار اهوت بالموافقه. جاي لي تعليمات تانية او بس القرار سري؟ القرار سري حضرتك. القرار سري 20/7. وبرضك موافقه الشباب والرياضه موجود معايا برضك هنا اهوت حضرتك نفس الشيء، ولكن لا عايزين تاني قرارات جديده. طيب حضرتك يعني احنا في 30/7 من 20/7. طب انا عايزين سؤال اجدد من كده ايه؟ اوكي. هو المجلس المحلي بيطالب حضرتك بالامر؟ لا، المحافظه بناء على تعليمات من وزير الزراعه، سياده وزير الزراعه، ان هو المفروض عايز وليكن مثلا. هل حضرتك يا كابتن عصام ما تقدرش ان انت تكتب طلب لوزاره الشباب والرياضه؟ الشباب والرياضه مش معترضه، الشباب والرياضه موافقه ان هي تعمل. اوكي. ولكن هو بقى طبعا الروتين
ان انت تروح من هنا لهنا. طالب لهنا يا كابتن انا بنطالب يعني صوتنا للناس كلها والمسؤولين يسهلوا الامر. اصل ده مركز تابع لوزاره الشباب والرياضه وتابع للدوله، يعني ما هوش امر مخالف يعني. فاتمنى ما هو دي حاجه عامه واحنا بنحاول ان احنا نلم الشباب، معلش في التعبير، اللي هو مش لاقي مكان يتجمع فيه. وسياده الوزير المفروض موصي بالحاجات ديت، والمنشآت الرياضيه المفروض يبقى فيه مساعده فيها وفي مساهمه ان احنا نحاول بقدر المستطاع ان احنا نسهل مش نعقد الامور. فاحنا دلوقتي بنحاول بقدر المستطاع ان شاء الله. طب يا جماعه معلش لو الصور موجوده بتاعت مركز الشباب بزاويه جروان يا ريت تنزلوها لنا، يا ريت تنزلوها لنا بس يا جماعه نتفرج على الملعب. اتمنى كابتن استاذ محمود اتفضل بقى. في بند تاني احنا قلنا اللي لينا ولا في حضرتك بند في القانون النهارده واحنا بنتفرج على الـ على الحين لما تنزل الصور. حاولوا يا جماعه تنزل الصور. حضرتك الماده 34 من القانون بتقول في الفقره الثانيه منها واذا لم تختر الهيئه الشبابيه برد الجهه الاداريه اللي بتتكلم مع حضرتك على مديريه الشباب والرياضه كابتن عصام خلال 60 يوم انا ببعت مديريه الشباب والرياضه ما ردتش عليا يعتبر دي موافقه. انا ما عنديش مشكله مع مديريه الشباب والرياضه، مشكلتي الحقانيه او الحقيقيه مع الجهات الاداريه المختلفه في الدوله. تمام، لان النهارده حضرتك بتقول في نفس الماده في الفقره الاخيره منها ارجعني لازم بتقول ايه بتقول كلمه بستاذن سعادتك بقول لسعادتك النهارده ان 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 الهيئات الشبابيه او مراكز الشباب بتختار مجرد اختار لاداره مركز الشباب او للمديريه الشباب والرياضه بالمحافظات. تمام، لو انا حضرتك بختاره النهارده ان انا عايز انشئ ملعب، النهارده ان انا عايز اعمل سور حوالين الملعب بتاعي، النهارده ان انا عايز اعمل نجيل للملعب بتاعي، لو ما ردش عليا خلال 60 يوم يعتبر دي موافقه ان انا ابدا انفذ المشروع او النشاط الرياضي اللي انا عايز ابداه. فانا ما عنديش مشكله مع مديريه الشباب والرياضه في النقطه دي. مشكلته الحقانيه ان هو بيقول لك توفر المشكله موافقه باقي الجهات الاداريه للايه للدوله، في حين ان الفقره الاخيره من الماده 34 قالت ايه وتوفر الدوله العقارات والمساحات اللازمه لانشاء واقامه الهيئات الشبابيه اللي هي مراكز الشباب حضرتك وفق خطه الدوله واحتياجاتها سواء في الوحدات المحليه او غيرها من الجهات ايا كانت الجهه التي تقع في ولايتها. كابتن عصام قبل العقارات، طب انا عندي مداخله هاتفيه ولكن عايز اسال حضرتك سؤال. الملعب هنتكلم على الملعب وشكله ايه يعني الصور بس ما مش جاهزه للظروف مش عارف بقى بكلم الكنترول، ولكن كلمنا حضرتك انت بالنسبه للملعب وضعيته ايه. طب هاخد المداخله دي استاذ وائل ايمن رئيس مركز شباب صنفا. استاذ وائل السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا كابتن محمود؟ ازاي حضرتك استاذ وائل؟ ازاي حضرتك؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه واخبار محافظه الدقهليه؟ كله تمام على حد. الله يخليك يا رب. استاذ وائل عندك مشكله او امر عايز توضحه اتفضل. اذان صغير لحضرتك. حضرتك هي نفس المشكله بتاعتنا مقاربه للمشكله اللي معروضه عند حضرتك دلوقتي. انا عندي ملعب بس متوقف من 2016. الملعب ده كان متنجل بطريقه خطا على البلاط. تمام تمام اتفضل. فايه اهلك في خلال سنتين ثلاثه فقدمنا ورق بالمستندات والكلام ده وجيل جان من المديريه والوزاره وعينت الموضوع. فالمديريه بلغتنا ان لازم ما يفيد من الوحده المحليه بسوق الملعب وسوق السور، لان السور عندنا مايل يعني بص قرب يقع لوحده. ثواني يا استاذ وائل، يعني انت حضرتك عندك المشكله الاولى هي ان الملعب اصلا مش نجيل صناعي. كان نجيل صناعي وايه من 2000 من شهر 9 2016 هو متوقف. تجديده يا استاذ وائل؟ ما هو خلاص اصلا كان الاول داخلين في مرحله احلال وتجديد. كويس. بس بعد السور ما خلاص. ثواني يا استاذ وائل، ثواني بس ثواني يا استاذ وائل. حضرتك صح. انا عندي ملعب نجيل صناعي. تمام. وزاره شباب لا مش 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 وزاره شباب والرياضه يا جماعه بتحط دورات سنويه، صح الكلام ده؟ مزبوط. ان انا يكون عندي ملعب بيقع عليك الاختيار ان يكون عندك ملعب نجيل صناعي في مركزك، حلو؟ انت كان موجود تمام. عندك ل 2016، كلام مظبوط؟ تمام. طب حق صيانه الملعب دي مش على مجلس الاداره؟ لا حضرتك اصلا الملعب معمول بطريقه خطا. بمعنى؟ الملعب كان الاول ملعب صاله طايره يد يعني كان متبلط، فالنجيله اتحطت على البلاط. فمشكله الملعب خلاص انتهت. المشكله الاكبر بقى ان السور اللي معمول عليه الملعب
الشرب واقع يعني شايل الملعب مال خالص بنسبه 70%. يعني هاي السكوت وحضرتك عندك الصور لو ممكن تعرضها. فدلوقتي قدمنا الطلب باعاده احلال وتجديد الملعب. ثواني يا استاذ وائل، يا استاذ وائل، يا استاذ ما تعديش بس الكلام. حضرتك انت بتقول السور مايل تمام، يعني ما وقعش؟ ما وقعش. وهل في اولاد بتلعب كوره في المركز؟ خطر جدا. في اولاد بتلعب كوره في الملعب السباعي الثاني، السور اللي مايل ملعب الخماسي. توجهت للمسؤول؟ توجهنا للمسؤولين في الوزاره، والوزاره بعتت لجنه من المديريه، والمديريه جت عينت قالت الملعب لازم يتشال. الملعب يتشال ولا السور يتشال؟ انا ما هو السور هو الملعب. اوكي تمام تمام. فوجهنا للوحده المحليه بتاعتنا، لان لازم ناخد الاجراءات الاول من البدايه من الوحده المحليه. تمام نفس الكلام. قدمنا طلب بازاله السور. الطلب ده مقدمينه من شهر واحد. وكل اسبوع نتابع الطلب. مفيش اي اجراءات للطلب. فتوجهت لمجلس المدينه اللي هو الاكبر من الوحده المحليه. تمام. برضه ما فيش الموظف، ما بيجيش، ما فيش اي الورق متعنكم الدرج. فالمهندسه اللي هي مسؤوله عن مجلس المدينه قالت لي ممكن حضرتك تخش الرئيس مجلس المدينه. فدخلت الرئيس مجلس المدينه بكلمه بستغيث بيه من حياه، لان معرض الاطفال ممكن السور ده على اي طفل. فرئيس مجلس المدينه قال لي لا تاخد وقتك. قلت له حضرتك انا مقدم من شهر واحد، احنا بقى لنا 9 شهور. تخيل. تمام. فقال لي مين قال لك ان السور هيتزال؟ لا ده السور هيترمم. قلت له حضرتك نزل لي لجنه ولو اترمم يترمم، يتزال يتزال. فلقيت الرد يعني غير ما اللي انا كنت منتظره. فهي المشكله كلها دايره في مجلس المدينه، لكن المديريه بتاعت الشباب والرياضه واقفه على كده. وكان جاي لي قرار التنجيل في شهر 9 ده، بس في حاله ازاله السوق. بس انتوا بتقوموا بدوركم كنشاطات كمجلس اداره؟ كمجلس اداره بنقوم بدورنا، جميع الانشطه شغاله ما عدا كره القدم. وحضرتك عارف ان هي كره القدم متنفذ الشباب في كل قريه. انا عندي من بقالي 3 سنين مفيش لعب كوره. يعني عندنا الشباب كلهم بيطلعوا بره البلاد المجاوره يمارسوا. خوفا على سلامتهم يا استاذ وائل. يعني ما هو بيسافروا برضه يعني 15 كيلو عشان يلعبوا كوره. نفس الكلام. انا بقالي 3 سنين ما طلعتش لعيب، انا مشترك في دوري مراكز الشباب السنه دي. ومانيش لاقي مكان اتدرب فيه. بطلع اجر بره عشان اتضرب. طب وصل صوتك للمسؤول اللي في وضعيه الخريطه بتاعت حضرتك اللي هو المسؤول يا استاذ وائل؟ وان شاء الله صوتك يوصل باذن الله. المسؤول اللي هو يعني بستغيث بيه اللي هو رئيس مجلس المدينه محليا، ان هو يسرع لي في موضوع. يعني صوتنا معاك لسلامه الناس بس. فهو ده حلم، يعني حلم شباب اي قريه. انا عندي 60,000 نسمه، معيش قرية بسيطة. تمام يا استاذ وائل. استاذ وائل ايمن رئيس مركز شباب صنفا، بشكرك شكرا جزيلا يا استاذ وائل. يعني اتفضل بنضم صوتنا لنفس المشكله كابتن عصام. يمكن احنا سابقين بخطوه بموافقه الوحده المحليه والمحضر الانضمام اللي احنا عاملينه، بس هي دايما مراكز الشباب المديريات ما عندهاش مشكله، مديريه الشباب والرياضه ما عندهاش مشكله، دايما المشكله مع المحافظه. النهارده برضك مشكلتنا ومشكله الكابتن ايمن برضك الموافقات بتاع الجهات الاداريه والروتين اللي موجود في المحليات. في حين استاذ محمود انا يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه مفاجاه، ان القانون الرياضه اللي هو 218 لسنه 2017 صدر عليه تعديل 7 لسنه 2020، ضاف ماده مهمه جدا. الماده دي الماده 27، ضاف الماده دي كانت عباره عن 9 بنود، ضاف لها بند عاشر. بند عاشر يا استاذ محمود بيقول ايه في البند دوت؟ بيقول الاعفاء من مقابل الانتفاع، مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابيه اللي هي مراكز الشباب لصالح اي من الوزارات او الهيئات او وحدات الاداره المحليه. النهارده الملعب بتاعي بيقع داخل نطاق وزاره الري، وزاره الزراعه، الوحده المحليه. انا النهارده اصبحت معفى بموجب القانون
للتعديل اللي صدر عليه باضافه الماده البند 10 في الماده 27 اصبحت انا معفى. فحضرتك ما تقدرش النهارده تقول لي ادفع مقابل انتفاع لارضيه الملعب لان انا معفى بموجب القانون. فاتمنى من خلال حضرتك ان وزاره الشباب والرياضه تخاطب الجهات المعنيه بان يا جماعه تسرع من الامر يعني. تسرع من الامر دي واحد. رقم اتنين تقول يا جماعه ان مراكز الشباب والرياضه بموجب القانون معفيه، ما تاخدش منهم. ده احنا عندنا حضرتك مشكله مقدر لنا في نسبه الاشغال في الارضيه بتاعه الملعب بتاعتنا كابتن عصام. هي جزء منه موجود على الصرف اللي هو الصرف الصحي او الصرف المغطى بيطلب 25000 سنوي، متخيل يا كابتن؟ على المساحه. وده شيء طبعا ما عندكش دخل خالص. الموارد بقى، الموارد. لكن انت حضرتك ما فيش دورات بتعملوها، ما فيش اي حاجه ندوات متوقف يعني. عندك كل الانشطه، انت ما عندكش اي نشاط خالص. الملعب ما عندكش مكان. الملعب ترابه، وبعدين حاليا مركز الشباب اتنقل كمان الى لمكان سكني الموظفين قاعدين فيه بس، وما فيش اي ممارسه رياضيه في مركز الشباب يا فندم. المبنى اتهد سنه 2008 تمام، كان مدرج في خطه وزاره الشباب. سنويا بنطالب من الشباب والرياضه، وزاره الشباب والرياضه بيقول لك ان هات المدرج في الموافقات. مدرج عندي، هات الموافقات. هات الموافقات. فانا مشكلتي مع المحافظه، مشكلتي مع المجلس المدينه دايما، مشكلتي مع وزاره الزراعه، مشكلتي مع الري. حالت انا في كمركز شباب زاوية الجيران، مشكلتي مع زي ما كابتن عصام بيقول مع الصرف. حضرتك بيطالبني ب 25000 جنيه النهارده مقابل اشغال، في حين ان القانون اعفاني من دوت. بمعنى ان انا النهارده اصبح مش مطلوب مني، انا ما بقدمش نشاط استثماري، انا بقدم نشاط خدمي. والقانون اداني اعفاء، من حق ان انا اتمتع بالاعفاء المقرر بموجب القانون. فانا اتمنى ان 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 وزاره الشباب والرياضه من خلال يعني نافذه حضرتك دي وبرنامج صباح الرياضي، ان احنا وزاره الشباب والرياضه ان هي تبعت تعميم او تبعت منشور او تبعت قرار للجهات الاداريه المختلفه في الدوله، تقول يا جماعه ان مراكز الشباب او الهيئات الشبابيه في المحافظات والمراكز والقرى معفيه بموجب القانون، بموجب البند 10 من الماده 27، معفيه من مقابل الاشغال للاراضي. ده لحد النهارده موجود في القانون الاعفاء، في حين ان الجهات الاداريه بتطالبني ان انا ادفع ده. فيعني حاجه عجيبه جدا يا استاذ محمود. كابتن عصام، يعني خريطه حضرتك هتعمل يعني انت شايف السنين القادمه او الوقت القادم بالنسبه لحضرتك، حاطط يعني خريطه معينه ان شاء الله على امل ان الوصول ليها، ولا الامر بيحطم مع الوقت؟ لا والله ان شاء الله عندنا امل كبير ان احنا ننفذ ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله صوتك يوصل للمسؤولين ويتم تنفيذ مطالبكم باذن الله. نتمنى ان شاء الله باذن الله، ان كان مركز شباب زاوية الجيران او مركز شباب سنفا واي مركز شباب ناقصه شيء، اتمنى ان شاء الله يعني عايز اقول ان المسؤولين كلهم يحيطوا الامر ويتبنوا افكار الشباب، لان دي بتخرج الطاقه السلبيه. يعني انا هقول حاجه مهمه جدا، احنا النهارده لو يعني انا اتوقع، وده سؤال، هل عندكم ملاعب كابتن عصام؟ هل عندكم ملاعب موجوده في الكره، في ملاعب يعني ملاعب خماسيه؟ موجود موجود خاصه، موجود خاصه كتير. ده على الارض الزراعيه ماشي، ولكن مخالفة؟ موجود مخالفه يا فندم. يعني انا عندي المكان اللي ما اهدرش ارض زراعيه، عندي المكان اللي فاضي من سنه 76 موجود، واسيب المكان واسمح للناس ان هي تنشئ ملاعب. عندك حضرتك عملت يعني احصائيه لعدد مراكز الشباب داخل مصر؟ بص يا فندم، احنا عندنا هنا بنتكلم على بتكلم موضوع امر يعني خارطيه، يعني ممكن مثلا النهارده كوزاره انت طب اديني العدد الاول، انا عايز اوصل للعدد وبعد كده اقول لك المطالب ممكن تكون كتير جدا. هفاجئ حضرتك لما تعرف ان موجود 4666 مركز شباب على مستوى جمهوريه مصر العربيه كامله، تمام. بنتكلم في 471 مركز موجود في المدن، بنتكلم في 3903 في القرى. يعني ما بنتكلمش على مشكله مركز شباب زاوية الجيران لوحده، لا، احنا جايين لحضرتك بنتكلم على 3903 مركز شباب. متخيل دول حضرتك الدولة، وتخيل دول لو فيهم نشاط رياضي، تخيل دول ممكن يبقوا فعلا مهد طيب، نقدر ناخد منهم ناشئين يكملوا في أندية، يكملوا في منتخب،
رقم كبير جدا يا كابتن محمود. طبعا طب كابتن عصام، ما فيش اي مسؤول في الكره، يعني في الكره كرجل اعمال او اي حاجه بيدعم او بيحاول يساند المركز؟ والله هو حضرتك فيه، بس للاسف احنا بنتكلم في الاول كنشاه المركز. ما هو الدعم هيجي بعد ايه؟ الدعم هيجي بعد ما تنشا المركز الاول. الاساس ولكن في اللي هو يدعم الدعم. الدعم ولكن مش هيبقى هو بالقدر اللي هو هيدعم انشاء مركز شباب. هو عايز المركز الشباب يبقى موجود وهو يدعم الانشطه مثلا. طب استاذ محمود، بيبقى كم عضو مجلس اداره في مركز شباب؟ هل بتجتمعوا؟ بيبقى لكم ايام معينه؟ في فعلا يا فندم اجتماع حضرتك، بيبقى في اجتماعات لينا بصفه شهريه. ملتزمين بالقعده مع بعض يا كابتن والاجتماع؟ والله في الفترة اللي فاتت من ساعة ما مسكنا احنا من شهر 9 الماضي عملنا حوالي وليكن 5 اجتماعات. بتعملوهم جوه المركز ولا؟ جوه المركز بالظبط. في مفيش مبنى؟ في مبنى بتقعدوا؟ لا احنا واخدين سكن. ما هو لا، ما حضرتك انا قلت في البداية ان احنا واخدين سكن للإداريين. ايجار يا كابتن عصام؟ ايجار. طب انا يعني المبنى بتاعنا اتهد وانا اجرت سكن للموظفين مركز الشباب موجودين فيه، بدفع له ايجار شهري لحين ما يتم بناء المبنى القديم بتاعنا. انا يعني مش عارف اقول ايه. طب في دعم من وزاره الشباب والرياضه كابتن عصام؟ الدعم برضك وليكن هيكون محدود على قدر المركز. بمعنى يعني مش كل المراكز زي بعض؟ لا مش كل المراكز زي بعض. في مراكز كتير فيها دعم اكتر من مراكز مختلفه طبعا. كل واحد طبيعي حسب كابتن. ده الطبيعي كابتن عصام. اكيد اما اكون انا عندي مثلا مشارك في النسخه الثامنه من مراكز الشباب، دوري مراكز الشباب على مستوى المحافظه، اما اكون انا مشارك غير اما اكون في مركز الشباب مش مشارك، هيجي لي دعم على ايه؟ انا دلوقتي مشارك في الدوره اللي هي النسخه الثامنه بتاع مراكز الشباب محافظه المنوفيه، بيديني دعم على كل مثلا لو حصلت في الماتش في المكسب مثلا بحصل على 3000 جنيه. اوكي. في المركز في مراكز الشباب؟ في مراكز الشباب. طب حضرتك وصلت لمرحله كويسه في دوري مراكز الشباب يا كابتن عصام؟ للاسف طلعنا برضك من التمهيد. من التمهيدي. ليه برضك؟ نرجع تاني لان انت ما عندكش المكان اللي هيتم فيه تدريب الفريق بتاعك. زي ما قال الاستاذ ايمن برضك في المداخله بتاعته ان هو بيخرج بره المكان بتاعه عشان ياجر مكان عشان يدرب اللعيبه بتاعته. انت برضك بتلف على القرى المجاوره ليك عشان ان انت يبقى يتوفر ليك مكان ان انت تمارس فيه النشاط بتاعك حتى على الاقل. طب اقرب مكان لينا حضرتك مركز شباب كفر شبرا، عندهم مكان قدر ان هو يوصل فاز. بالظبط كابتن عصام برضك يعني قدر يفوز حضرتك كابتن محمود بدوري مراكز الشباب الاحياء، فاز مركز شباب شبرا زنجه جنبنا. اتمنى ان احنا نكون يعني وفر لي ملعب عشان اقدر انافس، عشان اقدر اقدم. عملت دوره رمضان يعني دوره شبابيه كابتن عصام في المركز ولا لم يتم اي دوره؟ والله بيتعمل، بس بيتعمل طبعا على القدر المستطاع اللي هو المحدود. يعني انت كملعبك مش ممهد ان انت يتلعب فيه كوره، فشيء طبيعي ان انت ما بيجيلكش من الخارج حد. يعني انت بتقتصر على الولاد اللي عندك بس فقط. يعني اما يبقى عندي مثلا في القرى المجاوره فيها ملاعب كلها نجيله صناعيه، فدلوقتي بقى موضوع اللعب على الملاعب الترابيه بقى صعب، فمبقاش حد يفضل ان يجي حتى يجي يلعب عندك اي دورات تحاول ان انت تعملها، فبالتالي انت بتقف نشاطك بيقف اوتوماتيك. هنطلع فاصل يا جماعه ونستعيد الحلقه مع ضيوفنا الكبار طبعا. نرجعنا لحضراتكم طبعا في قبل الختامه، يعني كابتن عصام مطالب حضرتك طبعا في عجله سريعه ان شاء الله. والله بنطلب من وزاره الشباب والرياضه بالمنوفيه مساعدتنا على الانجاز وتسهيل ماموريتنا لرجوع ملعب شباب زاوية جروان لمكانه الطبيعي، ونناشد السيد اللواء محافظ المنوفيه بالتدخل في حل مشكله مركز شباب زاوية جروان. تمام يا كابتن. بس انا بطلبك ان شاء الله صوتك يوصل كابتن محمود. بشكر حضرتك وبشكر قناه الصحه والجمال، واتمنى من وكيل اول وزاره الري عندنا نقول له ان القانون اداني كمركز شباب اعفى
من مقابل الاشغال. فحضرتك اتمنى ان هو ينفذ القانون في النقطه دي، واتمنى في العاجل ان ربنا يوفقنا ان نقدم حاجه جميله في مراكز الشباب ان شاء الله. تمام، نورتونا شرفتونا يا جماعه، شكرا فيك. طبعا في ختاميه الحلقه طبعا بشكركم شكرا جزيلا على المشاهده، ويا رب نكون قدمنا الهدف من الحلقه ان شاء الله. نلتقيكم الحلقه القادمه باذن الله. السلام عليكم.